اهلا بيكم، معاكم محمد صابر. المهم يعني الاسبوع اللي فات وصلني تليفون شاومي ريدمي 9 برو، جبته من سوق النسخه ال 128 جيجا 6 جيجا رامات. من ساعتها وانا بهلكه العاب، هو من يوم تقريبا 1/7 بالظبط. المهم الاداء بتاع التليفون، هل هو حلو كالعاب ولا هل بعد ساعتين ثلاثه يبتدي التليفون بقى يقطع والكلام ده؟ خلينا نشوف التليفون الاول. التليفون بيجي بخرم في الشاشه، طبعا الغيه عشان ما بحبش النوتش والخرم والكلام ده، تمام. وده الظهر بتاعه، وبيجي معايا مدخل 3.5 مللي للسماعات. طيب نفتح اللعبه. طبعا انت لو عايز تسجل فيديو وانت بتلعب، هتيجي من الاوبشنات اللي فوق كده هتلاقي ايه، فيديو او سكرين ريكوردر اهي، تمام. طبعا في الاعدادات انت بتختار بقى الجوده اللي انت عايزها، عايزها 720، عايزها 480، عايزها 1080، اللي انت عايزه، تمام. طبعا انا مسجل اهو فيديو دلوقتي، والبطاريه قال لي لازم تتشحن وبتاع، وانا قاصد اعمل كده. طيب مشكله السخونيه، ندخل على مشكله السخونيه. اول حاجه انا جربت التليفون بلعب عليه عادي، معلي الجرافيك على الاخر، التليفون ما بيسخنش، ما بيسخنش نهائي. طيب بعد كده لغيت المروحه اصلا، يعني بقيت قاعد انا حران وبتاع، التليفون نفسه دافي، يعني التليفون ما سخنش، يعني تقريبا انا اللي كنت مسخن التليفون. البروسيسور بصراحه ملوش حل، 720 جي، سناب دراجون 720 جي. لا الصراحه البروسيسور ده اثبت كفاءه حلوه جدا. طيب لما اجي اسجل فيديو هل بيقطع؟ لو انت بتسجل فيديو مثلا اتش دي او الفول اتش دي والبطاريه قربت تخلص زي كده والجو حر جدا، طبيعي التليفون هيسخن شويه، وطبيعي هتلاقي منين لفين كده في تقطيعه بسيطه، لكن برضه مش هيأثر على الاداء. لكن انت بقى لو مشغل مروحه او حاجه او الجو كويس او عندك تكييف يعني، ويا ريت تجيبني معاك، هتلاقي لا التليفون معاك زي الفل كده، مفيش اي مشاكل خالص معاك في السخونيه، تمام. طيب كاداء بقى، هل التليفون ده مناسب للالعاب؟ خلينا نمسكها حاجه حاجه. اول حاجه الشاشه، الشاشه اللي هنا اي بي اس ال سي دي، تمام، 6.67 من 100، شاشه مساحتها كبيره جدا، حلوه جدا للالعاب. طبعا هي مش سوبر اموليد، هي ال سي دي عاديه، ولكنها حلوه جدا، الاضاءه بتاعتها مناسبه جدا، وبتشوفها تحت الشمس مفيش اي مشكله، ما قابلتش معاها اي مشاكل، وهي مناسبه جدا للتليفون ده، خصوصا ان هو سعره 4200، يعني مش عارف دلوقتي بقى كام، بس انا يوم جبته يوم 1/7 كان 4200، نسخه 128 6 جيجا رام. المهم فالشاشه حلوه جدا للالعاب، مساحتها كبيره وزي الفل. الاداء، الاداء ممتاز، انا عمري ولا مره نزلت، مفيش ولا مره نزلت والجرافيك ما كانش محمل، لا الجرافيك على طول محمل، الاداء على طول سلس، تمام. البروسيسور بصراحه ممتاز، ما بيسخنش. كمان هو 8، عشان 8 نانو موفر للطاقه، ما بيسحبش من البطاريه. يبقى كده الشاشه كويسه جدا، اداء البروسيسور قوي جدا. تالت حاجه البطاريه، البطاريه دي نقطه قوه في التليفون ده غريبه الصراحه، تقريبا التليفون ما بيفصلش شحن، يعني التليفون حمار شغل حمار شغل حمار شغل، والبروسيسور اللي فيه هنا ممتاز معاه، ما بيسحبش خالص، والسوفت وير حلو جدا معاه، تمام. انا جربت النوت 9 اس، يعتبر زيه بس السوفت وير اتقل سن، او في مشاكل حاجات بسيطه عنه. الالعاب مشغل ممتاز ال 9 اس الصراحه برضه زي ده، ولكن ما جربتش برضه اللي انا ايه افحته، هو كان مع واحد صاحبي مش بتاعي. المهم تالت حاجه البطاريه، قلنا البطاريه ما بتخلصش، بتقعد معاك كتير جدا، ممكن تقعد 8 10 ساعات لعب ببجي، بطاريه ممتازه. كمان الميزه الجميله جدا ان الشاحن اللي بيجي شاحن 30 واط، الشاحن ده بيشحن البطاريه في يعني في ساعه وخمس دقائق، ساعه وعشر دقائق بالكتير، من 0 ل 100%. يعني انت لو بتلعب والتليفون مثلا 20%، تقول لاصحابك لا انزلوا انتوا الجيم ده مثلا، تسيبهم نص ساعه ولا حاجه، ترجع تلاقي البطاريه بقت 66% 70% حاجه كده يعني. طبعا هي 70% هتلعب بقى عيش حياتك ببجي 4 5 ساعات تانيين يعني. فالبطاريه ممتازه، الشاحن سريع ممتاز، يعني الاداء ككل في التليفون ده ممتاز جدا للالعاب. بالنسبه للسماعات، السماعه اللي هنا مش استيريو، هي سماعه واحده مونو، صوتها عالي وكويسه لكن مش نقيه قوي، يعني صوتها متوسط، ولا هي وحشه ولا هي حلوه. فانت لو هتلعب العاب انت كده كده هتلبس سماعه، خصوصا لو ببجي هتبقى محتاج هاند فري او اللي هو هيدفون او ايا اي سماعه يعني، تمام، او سماعه محتويه بقى الله يرزقك يعني، بس انت لو معاك سماعه محتويه اكيد مش هتجيب التليفون ده، هتجيب حاجه اعلى. التليفون ده طب انا دلوقتي هستخدمه مثلا كالعاب، هل هو كالعاب بس ولا ينفع استخدمه في حاجات تانية؟ لا طبعا ينفع تستخدمه في كل حاجه. الكاميرات اللي هنا حلوه جدا، اعلى من 9 اس، والكاميرات نفسها حلوه، يعني 64 ميجا بتجيب تفاصيل حلوه جدا، الالوان بتاعته حلوه جدا وقريبه للواقع، حتى تصوير الفيديو هنا جميل جدا، انت بتتحكم في تقريبا في كل حاجه، في خاصيه اسمها برو دي بتتحكم في الصوره او في الفيديو في كل حاجه انت عايزها، فدي خاصيه جميله جدا، تمام.
طبعا ده التليفون انا كنت جايبه لون رمادي، المهم وصل لي ازرق، والكفر اللي عليه بني مش عارف ايه، فطلع اللون اللي انتوا شايفينه ده. ما علينا يعني، مش هتفرق. في كمان ميزه في الرامات، اللي هو انا مش عارف دي في التليفونات كلها ولا في ده، بس اكيد في معظم التليفونات، اللي انت بتعمل قفل على اللعبه او البرنامج اللي انت مش عايز يتقفل في الخلفيه. فانا زي هنا كده عملت قفل على بابجي، تمام، هطلع افتح برامج واعيش حياتي، وممكن اجي تاني يوم اجي افتح بابجي الاقيها ثابته زي ما هي كده. تمام، تعال بقى نروح على ايه، على الجرافيك. بالنسبه للجرافيك انت ممكن تشغله اتش دي مع هاي، ممكن تشغله بلانسد مع الترا، او سموث مع الترا. وانا صراحه بحب اشغلها الترا، الفريمات تبقى ايه ما بتقعش وكده. وهنا دي الاضاءه بتاعه اللعبه، اللعبه بتبقى على 100%، انت ممكن تخليها 150%، دي يعني ايه اضاءه زياده كده، برايتنس زياده ليك يعني. وطبعا في بقيه الاوبشنات انت ممكن تلغي الخيال او تخليه، هو اللعبه بتشتغل معاك بيبقى الخيال معاك يعني، انت ماشي ليك خيال، الشجر ليه خيال، المباني ليها خيال، وهكذا. بس انا بشلتها عشان مش متعود عليها الصراحه. برضو ده فيديو هنبين فيه هنبين فيه الجرافيك وحلاوته، هو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا برضو في نقطه في التسجيل، لما تيجي تسجل هو مش هيسجل يا اما داخلي يا اما خارجي. داخلي بمعنى ايه؟ ان هو هيسجل صوت اللعبه ولكن مش هيسجل صوتك انت من بره. وفي خارجي، خارجي اللي هو هيسجل صوتك من بره وهيسجل صوت اللعبه لكن وانت قافل المايك بتاع اللعبه. او ما تشغل المايك بتاع اللعبه انت كده صوتك الخارجي ده هيتلغى. انا مش عارف الصراحه بقى يعني اللي بيلعبوا مع بعض بيلعبوا ازاي، يعني اللي بيلعبوا كذا واحد وبيسجل وهو بيلعب فيديو بيتكلموا وكل حاجه، انا مش عارف يعني، لو حد يعرف يا ريت يقول لي في التعليقات. طبعا في الاول انت هتجيب التليفون مش اخد عليه قوي، هتلاقي مثلا في غلطات بتطلع، في حاجات بتدوس على زرار غلط، يعني هتتعود كده واحده واحده على التليفون. تمام، يعني انا دوست ريبورت بالغلط فمت على طول، كويس اللي هي مستودع. فانت تلعب مستودع كتير عشان تتعود عليه. تاني حاجه السكرينه اللي بتيجي فيه، اللي هي السكرينه الرئيه دي اللي ملهاش لازمه، السكرينه دي ثقيله جدا يعني، بتحس كده لا بتخلي صوابعك مش مرتاحه وانت بتلعب، بتخلي التليفون تلاقي ساعات كده ايه انت مش عارف تلعب منها، فيا ريت تجيب سكرينه. انا لسه حتى لما جبتش، بس يعني السكرينه العاديه بتبقى احسن 100 مره يعني. تليفون ممتاز جدا كالعاب، ممتاز جدا كاستخدام عادي، كبرامج، ككل حاجه. السوفت وير سريع جدا، مفيش اي مشكله مع قابلتني فيه. تفتح البرامج، التنقل بين البرامج، كل حاجه ممتازه وكل حاجه سريعه وكل حاجه سلسه. طبعا ده ما يعتبرش مراجعه كامله، لان انا زي ما قلت انا جايبه يوم 1/7، فهو ما كملش معايا برضو ايه اسبوعين ثلاثه. ولكن كمبدئيا كده انا مبسوط جدا من التليفون، وشايف ان هو يعني ممتاز جدا بالنسبه لسعره. انت بسعر 4200 ده مستحيل تجيب حاجه زي كده، اداء 720 جي والكلام ده كله، وبروسيسور 720 جي والكلام ده. انت بالفلوس دي انت لو عايز تجيب نفس الامكانيات دي هتعلى ل 6000 7000، وممكن اللي هتلاقيه زياده عن التليفون ده اللي الشاشه تبقى سوبر اموليد بس، لكن هيبقى نفس الاداء ده. فالتليفون ده لقطه، التليفون ده فرصه جميله جدا. وبس لو حابين تشوفوا تجربه كامله مثلا للتليفون ده، فيديو كامل مثلا وانا بلعب اي حاجه، تشوفوا التجربه ليه، مفيش مشكله، اكتبوا لي في التعليقات وانا هعمل لكم اللي انتوا عايزينه. لو في اي استفسارات برضو في التعليقات. تمام، وبس كده، هو تليفون يعني ممتاز جدا، مش هيعلق معاك. وانت بتقابل اسكوادات هتلاقي الدنيا لذيذه زي الفل، وهتلاقي بقى التقطيع والكلام ده كله خلاص ولا عليه ولا. تمام، تلعب بقى معلم وتكسب وكل حاجة، هتلاقي التليفون اصلا هو بيكسبك لوحده. بس وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، ومستني رأيكم في التعليقات. لو انت بتفكر تجيب التليفون ما تترددش، روح جيبه على طول. وبس كده، كان معاكم محمد صابر، واشوفكم على خير بإذن الله.